هنا. شيخ أحسن الله إليكم. نعم. حج خمس حجات يا شيخ، وكل حجة يأتي في يوم عرفة وهو مفرد، ثم يأتي يوم عرفة إلى مكة ويطوف طواف بنية طواف الإفاضة يا شيخ. نعم. فما حكم فعله هذا يا شيخ؟ اللهم وكانت هذا متأكد؟ كنا في العام الماضي مسجد الخيف وسألني هذا السؤال، فقلت هذا يحتاج إلى فتوى ووجهت للمسؤولين ده. يقول خمس حجات حجيتها وهذا صنيع في هذا السنوات الماضية. كل الحجات هذه غير صحيحة، كلها باطلة، لأن ترك طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به بالإجماع، وقد طاف في غير وقت، لأن وقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة،